وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. أهلا ومرحبا بك. في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن انسحاب قواته من سوريا لن يكون سريعا وسيتم بعد القضاء على تنظيم الدولة. كيف ترون هذا التصريح في ظل حديث عن تنسيق أمريكي تركي في هذا الشأن؟ مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. واضح تماما بأن الازدواجية في الموقف الأمريكي بالنسبة للملف السوري تعود مرة أخرى، فيتم الحديث عن شيء ثم يتم تغيير الحديث ولا يوجد تنفيذ على أرض الواقع. كان هنالك وعود من قبل ترامب بأنه يجب الانسحاب بشكل سريع بين 60 إلى 90 يوم، الآن يتم وضع شروط جديدة لهذا الانسحاب. تركيا نظرت بريبة وبشك في مصداقية ما يتم الإعلان والتصريح عنه من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي قامت بتأجيل معركة شرق الفرات لكي يكون هنالك تفاهمات حقيقية وماذا مآلات هذه القرار الانسحاب المفاجئ. الآن يعود ترامب مرة أخرى بتقييد هذا الانسحاب بشروط أخرى لا يمكن أن تقبل بها تركيا، يقول بأنه يجب حماية الأكراد، ويقول بأنه يجب أن تركيا أن تلتزم تماما وفق أمريكا. هذا كلام قالته السياسة التركية، التعليق كان واضح بأن هذا الكلام هو عبارة عن ضرب من الخيال وهو ليس له أي مصداقية على أرض الواقع. أمريكا إذا أرادت أن تنسحب فانسحابها يجب أن يكون غير مشروط وبالتنسيق مع تركيا، أما فرض شروط على تركيا وكان تركيا ولاية أمريكية فهذا عكس كل الدبلوماسيات المتعارف عليها، وبالتالي لا قيمة لما يذكره ترامب من تغريدات. طيب، بل حتى بولتون عندما يقوم بالتصريح بأن تركيا هي معنية بأن تضمن أمن الأكراد ومعنية بأن تقضي على داعش وكأنما يشترط شروطا للانسحاب، هذه الشروط أيضا لا يمكن أن يتم اشتراطها على تركيا لأن تركيا هي المعنية بما يحدث وجود الإرهابيين على حدودها وتحديدا القوات الكردية المسلحة PYD PKK وغيرها، ولا توجد مشكلة بين تركيا وبين الأكراد الغير مسلحين. 300,000 كردي جاءوا إلى تركيا هربا من قصف النظام. أستاذ يوسف، أنت ذكرت تصريح جون بولتون للصحفيين أثناء زيارته للكيان الصهيوني بأن بلاده تريد الحصول على ضمانات من تركيا لحماية ميليشيا سوريا الديمقراطية، يعني برأيكم هل ما زالت أمريكا متمسكة بهذه الميليشيا وما الدور الذي تريده لها في المستقبل؟ أنا أرى بأن أمريكا تريد أن تشهد أزمة جديدة بعد مسرحية انسحاب تركيا من سوريا، واتوقع انها غير جاده في موضوع الانسحاب. اليوم يتم الاعلان عن انها ربما تبقى في التنف او على الحدود المتاخمه بين سوريا والعراق لتاكد ضمان عدم وجود مجموعات ارهابيه. هي تبالغ امريكا في هذه القضيه. تركيا لا يمكن ان تراهن او ان تبازر في موضوع له علاقه بالموضوع، ولا ننسى بان تركيا هي المعنيه بسبب حدودها المشتركة مع سوريا، أما أمريكا فهي ليست لديها مشكلة مع أمنها القومي في سوريا، هي فقط لديها 2000 من الجنود، وهي الآن تريد أن يكون هنالك قتال بالوكالة، هي تدعم قصد PYD YPG، وربما نسمع قريبا عن تحالف عربي كردي ضد تركيا. يعني الآن السيناريو شيئا فشيئا بدأ يتضح بأن هنالك رغبة أن يكون قوات عربية تسمى الناتو العربي من أجل إيقاف تركيا. تركيا وفق اتفاقية أدنى 98 ووفق اتفاقيات الأمم المتحدة المادة 51 من الأمم المتحدة الهجمات الإرهابية على حدودها هي يجب أن يتم إيقافها، وتركيا إذا ما عجزت السلطات المحلية أو الدولية في ذلك فهي ستقوم بعمل ما يلزم، وعمل ذلك في درع الفرات ووصل الزيتون. طيب هل تعتقدون أن أمريكا بهذا الموقف تريد تقسيم شمال سوريا؟ يعني هذه الخطة الاستراتيجية التي خططتها منذ زمن، يعني كما رأينا ذلك في موضوع شمال العراق
منذ عام 91 عندما وضعت خطوط العرض 32 و36 وبدا الحديث عن اداره ذاتيه للاغراض في الشمال. ثم راينا ان بعد 25 عاما تم محاوله ما يسمى استفتاء على فصل الاقليم، وهذا ما يخطط له في سوريا وما سيخطط له اذا ما نجحوا في تركيا ايضا، لانها تحمل اكبر نسبه من الاكراد. 13 مليون كردي الثقل الحقيقي هو في تركيا، وتركيا لن ترضى ولا يمكن احد ان يستطيع يرغم تركيا ان تتهاون في وحده اراضيها والدفاع عن وحدتها الاقليميه. طيب اخيرا، كيف ترون الموقف التركي من مثل هكذا تصريحات التي تذهب بعيدا عن الرغبه التركيه لتطهير حدودها من الميليشيات الارهابيه، وكيف سيكون ردها؟ يا سيدي، هذه زوبعه اعلاميه فقط للتشويش الاعلامي. التصريحات الامريكيه هي فقط يتم الحديث عن شروط غير ملزمه لتركيا. تركيا لا تتلقى اوامر من احد، تركيا هي التي تعاني من الارهاب حقيقه، وتركيا ماضيه في عمليات العسكريه في درع الفرات. كانت هذه ضد رغبه امريكا، ولكن تركيا رفضتها بسبب الهجوم الذي كان يحصل دائما من داعش على اراضيها ومن تسليح الاكراد. ورسل زي التمون ايضا كانت ضد رغبه امريكا ورفضتها، ودرع الفرات سيتم تنفيذه. لا تتهم تركيا بذلك، سواء كرضت ام لم ترضى، واتوقع ان الافضل لامريكا، يعني هي حريصه جدا على مثلا شعوب المنطقه، حريصه على الشعب السوري مثلا، وبالتالي هي تريد ان تحميهم من الارهاب. اذا كانت حريصه على ذلك فلتنسحب من هذه المنطقه، والشعوب تبقى بألف خير. يعني من هي قصد من هم الوادي والوادي؟ هم مرتزقه ميليشيات مسلحه لا تختلف عن داعش بشيء. والغريب بالموضوع ان امريكا المفروض كحليف استراتيجي قديم لتركيا في الناتو ان تتعاون مع تركيا ضد الارهاب اذا كان هناك فعلا ارهابيين حقيقيين. اما ان تشترط على تركيا ان تحمي الاكراد المسلحين الذين هم تعتبرهم تركيا انهم ارهابيين، هذا غير كلام منطقي وغير واقعي. وبالتالي اتوقع ان سنعيش ازمه اضافيه مع امريكا من خلال هذه التصريحات الغير موزونه والغير عقلانيه. عبر الهاتف كان معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لك.